إلى اليمن، حيث أثر تراجع تمويل المناحين الدوليين للخطة الأممية الإنسانية العاجلة على 90% من الأسر اليمنية التي تعتمد أساسا على المساعدة الإنسانية. كفاح يومي من أجل البقاء، هذا هو حال اليمنيين اليوم بحسب وصف المانحين الدوليين لخطة الاستجابة الإنسانية. تقول صفية من أحد مخيمات النازحين بأنها لم تتلقى أي مساعدات منذ أشهر. منذ عدة أشهر لن نتلقى أي مساعدة، عيالنا لا أكل ولا شرب ولا أي شيء نتلقى. الأمم المتحدة عبرت عن خيبة أمل من الموارد المالية التي أعلنها المانحون الدوليون إلى اليمن، والتي تقدر بنحو 735 مليون دولار أمريكي من أصل 2,700,000,000 دولار أمريكي. هذا شكل عجز كبير في مواجهة الاحتياجات الإنسانية. نأمل أن تلاقي هذه الدعوة استجابة، لأنه إذا استمر الوضع خلال الأشهر القادمة ستشهد اليمن كارثة إنسانية. مؤشر المجلس النرويجي للاجئين، فإن 80% من السكان في عدد من المحافظات اليمنية لم يتوفر لديهم ما يكفي من الطعام لتلبية احتياجاتهم اليومية، من بينهم 40% لجأوا إلى استراتيجية تخطي عدد من وجبات الطعام اليومية، لا سيما وإن المجاعة تهدد أكثر من 1,000,000 يمني. مجاعة تهدد اليمنيين في ظل انهيار تمويل المانحين الدوليين للخطة الأممية، وضع يستوجب بحسب خبراء تحركا عاجلا للسلطات لتجنب كارثة إنسانية في بلد أنهكته تداعيات الحرب. مهيب المريري، المشهد، عدن.